انتي. انا مش عايزه احملك فوق طاقتك انت حبيبتي وانا عارفه ان عليك عبء كبير، البيت والعيال والدنيا والمذاكره والغربه والهجره وكل الجمال اللي احنا فيه باحتساب. يعني ايه احتساب؟ ما نبوظ الخمار مع اننا عندنا حلقه بعديهم. احتساب يعني ايه؟ يعني انا بعمل عمل يا اخوات وبحطه كده واقفله لله عز وجل. في اذى وفي ضغط علي وبعدين مظلومه والله العظيم وبعدين راجل جاي علي بس انا قفلته كده ايه حسبه لله، سبته مقفول كده يتفتح امتى؟ يوم القيامه. فاكرين حديث النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام ما يوم القيامه فعبد ملوش ولا حسن خلاص وسيئاته غلبت حسناته، فان الله عز وجل باسمه العدل، ده في تفسير اسمه العدل للشيخ عبد المحسن البدر، قال الله سبحانه وتعالى باسمه العدل أله شيء؟ له لسه فاضل عندنا حاجة فتيجي بطاقة. فاكرين الحديث ده؟ بطاقة يفتحها لقى فيها لا إله إلا الله خالصا ذرة بس ذرة من قلبه خالصا بيحطها تطيح السيئات وتنزل كفة الحسنات. أنا عايزة بقى مع البطاقة دي ويبقى نيتك النهاردة اللي طالعة من المحاضرة دي بالجملة دي، أنا عايزة كذا بطاقة حسبة لله. اتأذيتي؟ معلش. مضغوطة؟ معلش. طيب الدنيا هنعمل ما هي دنيا، اوعي تكوني فاكره الدنيا هيصه وسعاده والدنيا مفيش الكلام ده حبيبتي فوقي مفيش الكلام ده، دار بلاء